السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين؟ صحيحه لاباس؟ كلشي مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بصحه وعافيه ان شاء الله. كما كتشوفوا الفيديو اليوم هو عباره على ميل بريب او وجبات متنوعه لايام الاسبوع. وقبل ما نبدا الميل بريب ديالي، ضروري ما كننظم الكوزينه وكننظفها، الاواني كنغسلهم، كنديرهم في الغساله، كنجمع كلشي الكوزينه، عاد كنبدا الوجبات ديالي اللي غادي نحضر، باش هكا كنتاكد بانني كنوجدهم على الخاطر و في النقاء. اول حاجه غادي نبدا بها انني غادي نعمر هذه القرعه ديال الماء ديالي، وغادي ندير فيها هذه الانفوسيون اللي كتمشي في الماء بارد ديال الليمه والليمون والمنطه. هي حيله الصراحه لشرب الماء، لان في ايامات البرد كنساو كاع نشربوا الماء، والماء ضروري ليدغاتاسيون ديال لو كور ديالنا. غادي نرجع للتغذيه ديالي ان شاء الله، ومره مره غادي نشارك معكم دي بتي تريك والمكملات الغذائيه اللي كنتناولها دابا. غادي نحتاج بعض البيضات، غادي ندير واحد الطارطه ديال الاوخالدري، نحتاج جوج ديال هادو ديال الاوخالدري، غادي نحتاج معلقه ديال الفانيليا، بعض البيضات، غادي ندير لتر ديال الحليب، غادي ندير واحد 50 غرام ديال السكر بني بيو، وندير واحد 80 غرام ديال المايزينا على جهد ديال جوج ديال المعالق، وعلى بركه الله. هاد الطارطه ديال الاوخالدري كيبغيوها في الدار، دونك مره مره كندير هادي. دونك على بركة الله غادي كاب ديال المايزينا، غادي نشعل على لا فيترو ماشي سخن، وغنسخن الفلار من الفوق ومن تحت على درجة الحرارة 240. هو القوام اللي انا خليتها عليها لا كريم باتيسيير ديالي، حيت حنايا ما كيبغيوهاش هنا في الدار قاصحه لا كريم، بغيتو تزيدوا تعقدوها، كل ما زدتوا المايزينا بطبيعه الحال غادي تزيد تعقد لكم لا كريم فاش كتبرد.
واحد لو تريك دائما لا كريم باتيسير نغطيوها بالفيل اليمونتير باش ما كديرناش ديك القشره من الفوق. من بعد ما ساليت العجينه الاولى ودرت فوق منها الخليط كنغطيها بديك العجينه الثانيه وكنحاول نحيد الجوانب وكندخلهم لداخل باش فاش كطيب معنا في الفران ما كتخرج لناش لا كريم على برا كتبقى كلها مجموعه بحال شكل تورته. وكما العاده كنبدا الوجبات ديالي بالشوربه ديال الخضر اللي هي واحد الحاجه ضروريه وبازيك في الكوزينه ديالي. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. كندير جميع الخضر ما عدا البطاطس لان الصوبة ما كنديرش فيها انا البطاطا. كفايه الخضر القرعه خضراء القرعه بيضاء البويرو القزبر المعدنوس كرافوس هادو صراحه ضمات بيو ديال الخضر وديال القطاني. خلطت المعدنوس والقزبر مع الثومة شويه د الحامض والعطريه كمون الملحه ما درتش بزاف علاش لان غادي ندير هذا البكالا هذا كيجي كانوا مالح وحيدوا له الملحه كيجي هكا سوابي انسال كيجي بحال داك اللحم الحوت ميبس دونك خديت هكا طروفا اللي غادي ندير في الطاجين ديكونجيليتهم و غادي نديرهم في طواجينها.
العطريه اللي كندير انا الشاونيه والكمون شويه ديال الابزار، هادشي اللي كندير في الفت والثومه والقزبر والزيت البلديه، غير ديروا الزيت البلديه للفت كيجي اكثر من رائع. هنا غادي ندير الطوفو بيو، غادي نديرو في الفران وندير له واحد التتبيله اكثر من رائعه، اللوز طحين اللوز الجنجلان العطريه ديال الكفته وشويه ديال البزار سكينجبير الملحه وشويه ديال صلصه صوجا، كنديروه في الفران كيجي رائع رائع جدا ما تصوروش. هذا نوع من البروتين باش ما ناكلوش دائما اللحم او الدجاج، نوع من البروتين صحي اكثر وما فيهش كما كتعرفوا الهرمونات و بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هنا درت شويه ديال القطيبات ديال صدر دجاج، كنت ديجا مرقداهم في الشرموله ديالهم ديال الدجاج، دائما الحامض وزيت البلديه القزبر كل واحد كما كيدير الخلطه ديالو ديال الدجاج وديال الكفته، ودرت لي بروشيت ديال الكفته حتى هما، ما غاديش نطيبهم دابا حتى كنبغيو نستعملوهم سواء الغداء او العشاء، وما كنطيبشوهمش في الزيت كنديرهم في الاير فراير. الفلافل المشويه حتى هي غادي نديرها بنفس الطريقه، اللي كيشوف القناه ديالي والفيديوهات ديالي عارف الطريقه اللي كندير الفلافل، كنشويها من بعد كنقشرها كندير لها الثومه والقزبر اولا المعدنوس وكندير لها الزيت البلديه. هنا كنوريكم الخليط اللي دائما كيكون عندي متواجد في الثلاجه، كنستعملوه في الفلافل، كنستعملوه في الشرمولات اللي بغينا نديرو الباذنجان اولا الجزر، كنديروه مع البطاطا مسلوقه البروكولي مسلوق. وحاليا هاد الطريقه الباذنجان كنقولها بابا غنوج، مره كنديرها باليوغور والفروماج ومره كنديرها بالطحيني، كتعجبني هاد الطريقه وكناكلوها في الدار وكتجي رائعه، سواء تاكليها مع لي توست اولا مع الخبز اولا اللي حبيتي. هنا الفيديو جاء للنهاية ديالو، شيروا له بلايك، خليوا لي واحد ميساج.
وجبات سريعه وخفيفه في نفس الوقت صحيه كما كتشوفوا. كل اسبوع كنت نكتب طبيعه الحال كنرافقوا هذا الاكل مع طبق ارز كينوا سلطه متكامله بطاطا في الفرن الى 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 اخره. نخليكم في امان الله، نتمنى يعجبكم الفيديو. مع السلامه. I feel